السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بجميع الأخوة المتواجدين معنا في هذه المحاضرة. معكم رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. طبعا محاضرة اليوم هي بعنوان الأساسيات المطلوبة في التحليل الفني. هذه المحاضرة عنوانها مطاط بعض الشيء، يمكن أن يدخل فيه العديد من النقاط الأساسية، بالتالي نبدأ بهذه المحاضرة. أولا بتعريف بسيط عن التحليل الفني، حيث أن التحليل الفني يعنى بدراسة حركة الأسعار تحديدا، وذلك من خلال استخدام المخططات السعرية بغرض وهدف هو توقع الاتجاهات المستقبلية للأسعار. طبعا هناك عدة أنواع لتحليل الأسواق، وطبعا جميع هذه الأنواع تستهدف أن يكون هناك الفائدة من وراء هذا التحليل هي التعرف على حركة السعر المستقبلية أو بأي اتجاه سوف تتحرك الأسعار في الفترة المقبلة. بالتالي النقطة هي الهدف هو توقع الحركة السعرية المستقبلية. التحليل الفني مع التحليل الأساسي يختلفان في أساس دراسة الحركة. بمعنى آخر، التحليل الفني في الوقت الذي يعنى فيه التحليل الفني بدراسة الحركة السعر نفسه، التحليل الأساسي يدرس أسباب تغير السعر. أوكي؟ فالفرق بيناتهم واضح، يعني واحد بيدرس الحركة التي تتم والآخر يبحث في الأسباب التي دفعت السعر إلى التحرك. طبعا دراسة الحركة السعرية نفسها هذه أول ما تبلورت في الأسواق المالية تبلورت على يد تشارلز داو، وهو الذي يعتبر أبو التحليل الفني. فنظرية داو هي التي طورها تشارلز داو، والتي منها وضع الأساسيات التي يقوم عليها التحليل الفني. بالتالي هذه النظرية تقوم على ثلاث مبادئ رئيسية. هذه المبادئ مثل ما هي موضحة أمامكم. المبدأ الأول يتحدث عن أن حركة السعر تعكس كل شيء وتؤكد كل شيء يحدث في السوق. ما المقصود بهذه النقطة؟ المقصود بها أن إذا كان هناك حدث معين يحدث في الأسواق وسبب هذا الحدث نوع من يعني خلينا نقول حدث معين، جانت يالين رئيسة الفدرال الأمريكي تتحدث حاليا وتتحدث عن أداء الاقتصاد الأمريكي، فبصورة مباشرة السعر يعكس مدى إيجابية أو سلبية الحديث الذي تتحدث به جانت يالين رئيسة الفدرال الأمريكي. فبالتالي المقياس الأول لجميع الأحداث المؤثرة في الأسواق هو السعر، فهو يعكس هذه الأحداث. إذا حدث أمر إيجابي يرتفع السعر، إذا حدث أمر سلبي ينخفض السعر. هذا المبدأ هو الحجر الأساسي للتحليل الفني، هو أهم مبدأ يقوم عليه التحليل الفني. ثانيا، أن الأسعار تتحرك في اتجاهات وليس اتجاه واحد فقط. لو الأسعار كانت في اتجاه صاعد طول الوقت فيعني لا يوجد هناك إذن أسواق ولا يوجد هناك تداولات، لا يمكن أن يحدث هذا الأمر. إنما الأسواق تتحرك في اتجاهات، ممكن جدا أن يكون الاتجاه العام صاعد، ولكن ضمن هذا الاتجاه العام الصاعد سوف تجد أن هناك اتجاهات قصيرة على المدى القصير بالاتجاه الهابط، ومن ثم يعود السوق إلى الاتجاه العام الصاعد. ممكن جدا هذا الأمر حدث على أسعار الذهب سابقا قبل أن تصل إلى أعلى مستوياتها وتعود مجددا إلى المستويات المنخفضة نسبيا في الوقت الراهن. عندما كانت أسعار الذهب تتجه باتجاه صاعد من عام 1915 وصولا إلى عام 2000 وتقريبا 2014
وصولا الى هذا العام ونحن بالاتجاه الصاعد كنا في الاسواق اجمالا، لكن ثم عدنا بالاتجاه الهابط. لكن خلال الفتره الصاعده التي كان يسير فيها الذهب بلا شك كان هناك هبوط ومن ثم عوده للاتجاه الصاعد ومن ثم هبوط تصحيحي وعوده مره اخرى للاتجاه الصاعد. اذا النقطه هنا ان التحليل الفني الغرض الاساسي منه هو تحديد حجم ومقدار الاتجاه، الى مدى كم يرتفع السعر ومن ثم يعود للانخفاض وهكذا. اذا لا يوجد لدينا، يعني بمعنى اخر لا يوجد لدينا اتجاه واحد، وانما قد يكون اتجاه صاعد واتجاه هابط واتجاه عرضي. الفكره هي مقياس او قياس مقدار هذا الاتجاه، هل هو اتجاه صاعد بشكل كبير، هل هذا الاتجاه هابط بشكل قصير ومؤقت، هل الاتجاه العرضي ممتد وطويل، هل الاتجاه العرضي قصير على في الفتره الحاليه. هذه هي دراسه التحليل الفني او المبدا الثاني للتحليل الفني. المبدا الثالث والمهم جدا والذي لم يتم اكتشافه الا بعد قراءه تاريخ لفتره طويله وقراءه تاريخيه لفتره طويله، وكل ما نعم نتقدم بالزمن يترسخ هذا المبدا اكثر واكثر، هو مبدأ أن التاريخ يعيد نفسه ويكرر نفسه بشكل دائم. فاعتماد التحليل الفني على أنه البشر أصلاً والسلوكيات البشرية تتكرر بشكل دائم، وبالتالي حركة الأسعار التي ما هي إلا انعكاس لتغيرات وللسلوك البشري أساساً اللي هو سلوكه في التوجه نحو الشراء أو التوجه نحو البيع، ما هي إلا تكرار أيضا لهذا السلوك. طبعا عندما نفهم كلمة تكرار ليس أنه النمط نفسه يتكرر بنفس الحذافير وبنفس المقاييس وبنفس المسافات وبنفس الفروقات السعرية، لا، إنما قد يتكرر كشكل ولكن خلال فترات زمنية مختلفة وخلال على مخططات زمنية مختلفة. بالتالي معرفة هذا الشكل المتكرر تساعدني بتحديد التوجه السعري الجديد مستقبلا أو السعر المستقبلي عندما يتكرر هذا الشكل مرة أخرى. على سبيل المثال إذا رسم السعر قمة ومن ثم عاد ورسم قمة عند نفس هذا المستوى وارتد وعاد بالهبوط، العودة مرة ثالثة إلى هذا المستوى سوف نفكر اولا بامكانيه ان يعود للانخفاض مجددا، لان هذا الامر حدث مره واثنتان، فبالتالي من المتوقع ان يحدث لمره ثالثه كذلك الامر. لكن اذا لم يحدث وحدث العكس تماما، صعد السعر الى مستوى اعلى من هذه القمم، فانا اتوقع ان حقبه جديده سوف تاتي مع مزيد من الارتفاعات. هذا تحليل فني بسيط، فهو مبني على التكرار. فهذه هي المبادئ الثلاثة الرئيسية للتحليل الفني. نظرية داو، اتفق أغلب المحللين الفنيين على أن ما يعرف اليوم بالتحليل الفني ترجع أصوله إلى المبادئ التي وضعها تشارلز داو. تشارلز داو ما صار له وقت يكتب كتاب، وإنما حط كل ملاحظاته وأفكاره حول سلوك الأسهم في مجموعة من المقالات التي تم نشرها في جريدة وول ستريت جورنال، وذلك عام 1882، وتمكن من نشر أول متوسط لـ 11 يوم متوسط إغلاقات أسعار الأسهم عام 84. لا تزال نظرية داو هي الحجر الأساس لدراسة علم التحليل الفني، وبالرغم من التطور التكنولوجي الذي وصل إليه العام في الوقت الحالي إلا أن هي العماد الرئيسي. هناك أربع طرق لرسم الأسعار. طبعا لحتى ترسم أي مخطط تحتاج إلى زمن وإلى مقياس ل يعني مقياس واي. فإذا رسم مخطط أسعار فبدك ترسم نقاط عند كل لحظة زمنية أين السعر قد وصل. فعندك المحور واي هو محور الأسعار،
والمحور اكس هو المحور الزمني الذي يتقدم بشكل مستمر، وبالتالي يمكن رسم والتعبير عن الحركة السعرية بأربعة أشكال: أولا البار تشارت أو المخططات الأعمدة، ثانيا لاين تشارت وهي المخططات الخطية، وثالثا الجابانيز كاندل ستيك تشارت وهو مخطط الشموع اليابانية معروفة جدا والأكثر استخداما، ولدينا أيضا مخطط النقطة والرقم، وذلك أيضا يتم استخدامه بشكل كبير، وسوف أسعد بإني أقدم محاضرة خاصة عن هذا المخطط لأنه فيه طرق لتحليل الأسواق من خلاله بشكل جميل جدا. طبعا هذا أنا عم بتحدث لمتداولين الذوي المستوى المتوسط إلى المستوى المتقدم. بالنسبة لمفاهيم المفاهيم الاتجاه اللي نحن حكينا عنها، طبعا تعريف الاتجاه هو ببساطة شديدة أن حركة السعر في السوق عندما يتحرك في طريق محدد فهو يرسم اتجاه. تتميز حركة السوق بأنها أساسا أمواج، لا يتحرك السوق باتجاه واحد وإنما بصعود ومن ثم هبوط ومن ثم صعود. إذا لحقت هذه الخطوات فنحن نرسم كأننا أمواج صاعدة، أمواج هابطة وغير ذلك. باختلاف مستويات القمم والقيعان تتحدد لدي اتجاهات أخرى جديدة، اتجاهات أكبر أو على مستوى أو على مدى زمني أكبر، وبالتالي يتحدد اتجاه أكبر للسوق على مستوى أعلى. فيعني على سبيل المثال إذا كانت مجموعة شموع أو مجموعة أيام رسمت موجة صاعدة ومن ثم هابطة ومن ثم موجة صاعدة، وكانت القمة الثانية أعلى بكثير من القمة الأولى، فمضبوط نحن عم نرسم بشكل أمواج، ولكن على تايم فريم الويكلي هذا المخطط هو باتجاه صاعد دائما. على سبيل المثال هذه هي الحركة السعرية التي يرسمها الأسواق بهذا الشكل، تمام؟ فأنا عندي هون عندي اتجاه مثلا صاعد، وعندي هون اتجاه يكون هذا الاتجاه هو اتجاه هابط، ومن ثم عودة مرة أخرى لاتجاه صاعد. ولكن الفكرة هي أن لدينا نوع من القمم المتتالية بالارتفاع مثلا هذه قمة، هذه قمة أعلى، ممكن يكون عندي مثلا هذه القمة الجديدة على سبيل المثال، بالتالي هي قمة أعلى. اختلاف المسافة بهذه الأمواج، هذه المسافة الارتفاعات اللي نحن عم بنشوفها هو الذي يعطي الشكل العشوائي. طبعا الفكرة هنا الشكل العشوائي الذي نتحدث عنه في الوقت الراهن هو قد يظهر عشوائيا للبعض، ولكنه يتميز بميزة مهمة جدا وهي أنه لا يمكن أن توصفه بالعشوائي، فهو قد لا يكون غير منتظم ومنظم، قمة قاع قمة قاع وبنفس الارتفاع وبنفس الانخفاض، هذا اسمه منظم. أما العشوائية هي أن الأشكال التي يتم رسمها غير مرتبطة مع بعضها البعض، وهذه هي الكلمة الخاطئة، فهي الحركة السعرية ليست عشوائية وإنما غير منتظمة. فمن ماذا نستفيد من أنها ليست عشوائية؟ من أنها نستفيد من أن هذه الأشكال التي يتم رسمها قد تتكرر مرة واثنتان وثلاثة والعديد من المرات في الأسواق، وبالتالي هذا يساعدني في توقع الحركة السعرية المقبلة. إذن تعريف الاتجاه هو ببساطة اتجاه السوق وفي أي طريق يتحرك. تتميز حركة الأسواق بأنها سلسلة من التعرجات تشبه الموجات المتتالية التي هي عبارة عن قمم وقيعان، وهي التي تشكل اتجاه السوق.
أنواع الاتجاه: اتجاه صاعد، اتجاه هابط، واتجاه عرضي. تصنيف الاتجاه: لدينا اتجاه رئيسي وهو الذي يكون مجموعة من القمم على سبيل المثال، هذه قمة وهذه قمة أكبر وهذه قمة أقل، إذن هذا اتجاه عام صاعد، هذا اتجاه عام صاعد، إذن هذا اتجاه عام صاعد، وهذا الهبوط هو اتجاه على المدى القصير، هذا الهبوط اللي نحن عم نشوفه هون هو اتجاه على المدى القصير. بالتالي الفكرة هون انه في عندي اتجاه رئيسي major trend، اتجاه متوسط المدى وهو الذي يكون ضمن اتجاه عام كبير ولكنه يفصل حقبة عن حقبة اخرى فيه، اتجاه قصير المدى وهو يكون اصغر موجة داخل الاتجاه العام. على سبيل المثال هذا يعتبر اتجاه صاعد، لاحظ خط الاتجاه الصاعد يرسم على ادنى النقاط، خط الاتجاه الصاعد هو على ادنى النقاط كما نرى امامنا، اذا عندي على ادنى النقاط عم نشوف عندي اتجاه صاعد، اذا عندي هون خط اتجاه صاعد بهذا الشكل محمول على أدنى المستويات يحمل السعر بالاتجاه الصاعد، هذا يعتبر خط اتجاه صاعد، بينما ممكن يكون عندي هذا اتجاه هابط، هذا اتجاه هابط محمول يكون على أعلى المستويات، هذه هي أعلى القمم وتكون دائما بالاتجاه الصاعد. إذن الفكرة الرئيسية، الفكرة الرئيسية من خطوط الاتجاه هي تحدد لي الحركة السعرية من خلال إما تحديد القمم المتتالية ووضعها على خط واحد، وبالتالي يكون بالاتجاه الهابط إذا كانت هذه القمم متتالية بالانخفاض، وإما أن يكون تحديد القيعان المتتالية بالارتفاع وبالتالي يكون هو عبارة عن اتجاه صاعد، وإلا سوف يكون هو عبارة عن اتجاه عرضي محصور بين خطين، خط علوي وخط سفلي، خط العلوي مرسوم على قمم على نفس المستوى وخط سفلي مرسوم على قيعان على نفس المستوى ايضا. خلينا نستغل الفرصه هون ونتحدث اذا عن الاتجاه، عن المستويات الدعم والمقاومه. ما هو الدعم وما هو المقاومه؟ ببساطه شديده انا كل المصطلحات اللي عم بذكرهم هون هم رئيسيات لفهم أي طريقة تحليل للأسواق، مستويات دعم، مستويات مقاومة، خطوط اتجاه، متوسطات، المؤشرات إجمالا، يجب أن نفهم ما هي الأدوات الموجودة بين يدينا للتعرف على الحركة السعرية. طبعا مستويات الدعم هو مستوى أو منطقة في المخطط السعري تقع دائما عند أدنى المستويات، فعلى سبيل المثال المستوى اللي نحن شفناه هون هون هذا يعتبر نقطة اثنتان، بالتالي هذا المستوى اللي نحن شايفينه بهذا الشكل هون هذا مستوى دعم، لأنه يمثل نقطة تستند عليها الأسعار عندما تبدأ بالاتجاه الهابط، يعني لا تهبط بأدنى من هذا المستوى ومن ثم تعود للارتفاع مجددا، بالتالي عندما يتكرر هذا الموقف أكثر من مرة فبلا شك هنا هذا المستوى الذي نراه أمامنا سوف يكون عبارة عن مستوى للدعم، بينما عندما يكون هناك مستوى تلتقي عنده أعلى الأسعار بهذا الشكل مثل ما شايفين أمامنا هون، فبلا شك نحن هون أمام مستوى مقاومة، بالتالي هذا المستوى يمنع الأسعار من الارتفاع بأكثر من ذلك، وعندما نصل إليه هنا النقطة عند مستوى المقاومة أتوقع أن يعود السعر بالاتجاه الهابط وإلى مزيد من التراجعات وصولا إلى أقرب مستوى للدعم. إذا حدث الاختراق فيجب أن يكون الاختراق بشمعة قوية ممتدة تغلق تماما خارج أو فوق مستوى المقاومة، ومن ثم تعطيني مومنتوم بمزيد من الارتفاع، أي
هناك أجسام شموع، ما هو المومنتوم أو أقرب طريقة لقياس المومنتوم؟ أن تكون الشموع بالاتجاه الصاعد أجسامها أكبر من الشموع بالاتجاه الهابط، هذا واحد. اثنين، أن تعطيني اتصالات بالاتجاه الأعلى أقل من الاتصالات بالاتجاه الأدنى. ثلاثة، أن تظهر لي مستويات المقاومة المخترقة أنها أصبحت مستويات دعم بدلا أن كانت مستويات مقاومة. إذا المستوى الجديد هذا الذي تم اختراقه بهذه الشمعة القوية يجب أن يتحول إلى مستوى دعم. عند اختبار مستوى الدعم هذا الجديد، هي نقطة دخول قوية جدا وإمكانية صعود باتجاه الأعلى. أتمنى أنه هون تكون وضحت بالنسبة لكم النقطة اللي نحن عم نحاول نحكي فيها هون. طبعا نستمر بالمحاضرة. طبعا الدعم والمقاومة، وعندما يتبادلان الأدوار، هذا مستوى للمقاومة على سبيل المثال. لماذا؟ لأنه ارتدت من الأسعار مرة في هذا الشكل وأيضا مرة هون، ومن ثم إذا وصلت الأسعار إليه مرة أخرى أتوقع أن يكون دعم. خلونا نبدأ من الشارت من أول مستوى أو من أدنى مستوى. تمام، إذا هذه هي النقطة الأساس اللي هي راح نبدأ فيها بشرح مستويات الدعم ومستويات المقاومة. نبدأ من أقصى اليسار. عندما هبطت الأسعار بهذا الشكل الحاد اللي نحن عم نشوفه أمامنا، ومن ثم وجدنا أن الأسعار على سبيل المثال بدأت بالهبوط بهذا الشكل الحاد إلى أن عدنا مرة أخرى أغلقنا هون فوق مستويات هذه النقطة. لاحظ كم مرة الأسعار تحديدا، أنه هون بس خليني أوضح كم مرة الأسعار ارتدت. هذه أول مرة وهذه ثاني مرة، بالتالي هذا أصبح خط دعم راح أرسمه بشكل أفقي. ولسه أنا ما بعرف باقي الأسعار كيف راح تكون. عادت الأسعار للاتجاه الصاعد مرة أخرى، ومن ثم واجهت قمة عند هذه النقطة. عند أول قمة لا أتوقع أن يكون هناك فعليا مستوى للمقاومة، لا يعتبر مستوى مقاومة من أول قمة، ولكن أنظر إليها على أنها ممكن أن ترتد منها الأسعار مرة أخرى ليزداد يقيني. ارتدت الأسعار وعادت الاتجاه الهابط مرة أخرى هون ومرة أخرى هون عند نفس المستويات، وإن اعتبرت أيضا هذه تعتبر مستويات. إذن عندما تصل الأسعار عند هذا المستوى هو مستوى للدعم، ولكن ليس مستوى مقاومة، ولكنه ليس مستوى مقاومة قوي بشكل كبير مثل المستوى اللي نحن شفناه تحت، إنما تمكنت الأسعار من اختراقه بشمعة قوية ممتدة تماما تغلق فوق هذا المستوى، ومن ثم تعود لاختباره كمستوى جديد من مستوى مقاومة كان هون وتحول إلى مستوى للدعم، ومن ثم واصل الارتفاع مرة أخرى بالاتجاه الصاعد. أنا هون مع ارتدادي هذا أول نقطة دخول بتكون عندي مباشرة أواصل الارتفاع نحو هذا المستوى بلا تردد. وأيضا عندما تمكنت الأسعار من الصعود مجددا فوق هذا المستوى مع أول دخول لي، أنا دخلت نقطة شراء بلا تردد عندما تأكدت أنه أنا خرجت. طبعا الفكرة هي أين أضع وقت الخسارة وأين أضع المستوى التيك بروفيت الخاص بي. إذا خطوط الاتجاه هي واحد من اكثر ادوات التحليل الفني قيمه. ذكرنا ان خط الاتجاه الصاعد هو خط مستقيم يرسم صعودا في اتجاه يمين المخطط البياني، ولكن الميزه الرئيسيه فيه انه هو اسفل القيعان الصاعده، بينما خط الاتجاه الهابط يرسم على اعلى القمم الهابطه. هذا هو اللي بيميز عندي خط الاتجاه وكيفية رسم خط الاتجاه. كيف تحدد فعالية خط الاتجاه؟ يعني بمعنى آخر، متى يكون اتجاه خط الاتجاه قوي ومتى يكون غير قوي أو ضعيف نسبيا؟ كلما طالت الفترة الزمنية لخط الاتجاه ازدادت قوة هذا الاتجاه. عدد مرات ارتداد الأسعار من خط الاتجاه أيضا كلما ازدادت قوة خط الاتجاه
ودرجة ميل الاتجاه تساعد ليس في تحديد قوة الاتجاه، وإنما تساعد في تحديد درجة ميل الاتجاه تساعد ليس فقط في قوة الاتجاه، وإنما تساعد في تحديد قوة موجة الانعكاس في هذا الاتجاه. على سبيل المثال، عندما يكون خط الاتجاه الصاعد حاد، يعني ارتفاعات حادة سريعة، فأعرف أنه أنا عندي راح يكون التراجع بطيء نسبيا، وميل خط الاتجاه القادم هو أقل من حدة من ميل خط الاتجاه الصاعد. بينما إذا كان بطيء فنتوقع الارتدادات تكون من خلال شموع حادة. طيب، هذا الأمر سيحدث لأنه عندما يكون الاتجاه خط ميله بطيء نسبيا، عندما يكون لدينا خط الاتجاه أو الاتجاه السعري بهذا الشكل، فميل خط الاتجاه هذا الميل الخاص به سوف يكون بلا شك أخف من الميل الذي يحدث بهذا الشكل. يعني هاي الزاوية، بمعنى آخر هذه الزاوية راح تكون أكثر حدة من هذه الزاوية. إذا كان الارتفاع بطيئا فالانخفاض حاد، وإذا كان الانخفاض حاد فالارتفاع يكون بطيئا نسبيا. وعندما كلما كان طول الاتجاه هذا أكبر، يعني خط الاتجاه الصاعد البطيء أكبر، كلما كان الانخفاض هذا حاد وأقصر نسبيا ويقف عند حدود معينة، ومن ثم يبدأ اتجاه جديد. قد يكون بعد هذا الاتجاه الجديد حركة عرضية، أو قد يكون عودة إلى اتجاه صاعد، أو قد يكون اتجاه صاعد حاد. أنا همي أعرف بعد الحركة الطويلة نسبيا كيف يكون خط الاتجاه الذي يليه درجة الميل الخاصة فيه. أحد تقنيات خطوط الاتجاه ما يسمى خط القناة، حيث تتحرك الأسعار أحيانا بين خطين متوازيين، خط الاتجاه الأساسي وخط القناة. وعندما يحدث ذلك يتعرف المحلل الفني حينها على وجود قناة اتجاهية. خطوط الاتجاه الداخلية أيضا من تقنيات الخطوط الاتجاه، حيث يتم توصيل أكبر عدد ممكن من القمم والقيعان. هذه قناة صاعدة حيث فيها القمم متتالية بالارتفاع والقيعان متتالية بالارتفاع كذلك الأمر. فهذه قناة صاعدة، خطين الاتجاه متوازيين تماما تقريبا، وطبعا يحصران بينهما حركة سعرية صاعدة. ننتقل هنا إلى فكرة جديدة تسمى بالأنماط السعرية. ما هي الأنماط السعرية؟ هي عبارة، ما حكينا أن القاعدة الثالثة من الأسعار هي أن من نظرية تشارلز داو أن التاريخ يكرر نفسه، فتكرار الحركة السعرية هو عبارة عن تكرار في أنماط، حيث النمط هو عبارة عن أشكال تتكون من خلال حركة الأسعار على المخطط البياني، وتعطي بحد ذاتها إشارات. يعني كل ما تشكل عندي هذا النموذج يعني أن السعر سينخفض، وإذا تشكل نموذج آخر يعني أن السعر سيرتفع. وأنا أصلاً هدفي بالتحليل الفني أن أتوقع الحركة السعرية القادمة ماذا ستكون؟ هل هي حركة سعرية صاعدة أم حركة سعرية هابطة؟ أشهر هذه الأنماط مثلاً المثلث السيمتريكال تراينجل أو المثلث المتماثل، المثلث الصاعد اللي بيكون في عندي مثلاً بنسميه رايزنج ويدج، أو المثلث الهابط الفولينج ويدج. الأنماط هذه تسمى أنماط استمرارية، النوع الأول من الأنماط. أما النوع الثاني فهو أنماط انعكاسية. مثل ماذا؟ مثل نمط الهيد اند شولدرز، رأس وكتفين، دبل توب دبل بوتم، كلهم هذه أنماط انعكاسية. عندما يتشكل هذا النموذج فهو يعني أن الاتجاه العام الكلي سوف ينعكس من اتجاه هابط إلى اتجاه صاعد، أو من اتجاه صاعد إلى اتجاه هابط. بينما أنماط الاستمرارية عندما يأتي نموذج المثلث فهو إشارة إلى أن الاتجاه سيكمل بالاتجاه الصاعد. الرايزنج ويدج اتجاه صاعد،
الفولينج ويدج ايضا اتجاه صاعد، اذا كانت الحركه السابقه لهذا المثلث صاعده فستكون الحركه التي تليه صاعده ايضا، والعكس بالنسبه للمثلث الهابط، الحركه الهابطه، فهو انماط استمراريه. على سبيل المثال هذا راس وكتفين مقلوب، لاحظ ان الحركه السابقه لاحظ ان الحركه السابقه كانت حركه هابطه، ولكن عندما تشكل هذا النموذج الذي هو كتف راس ومن ثم كتف اخر، هذا مستوى الاكتاف، هذا مستوى الراس، وهذا الذي يصل ما بين القيعان العنق، مستوى خط العنق، مع اختراقي لخط العنق واغلاقي تماما فوقه، فانا اتوقع ان كامل هذه الحركه الهابطه سوف يتصحح بالاتجاه الصاعد وتكون عندي حركه صاعده تليه. اذا هذا بالنسبه لخط العنق، بينما لاحظ عندي هذا النموذج الانعكاسي وهو قمه، هذه نماذج انعكاسيه، قمه اولى ومن ثم قمه ثانيه، طبعا بامكاني اني ارسم مستوى مقاومه عندهم، ولكن الاهم من هيك عندما يتم اختراق القاع الذي يحصر المحصور بين القمتين، عندما يتم اختراق هذا القاع بشمعه قويه ممتده تغلق تماما دون هذا المستوى، فانا اتوقع مزيد من الهبوط وانعكاس كامل هذا الاتجاه الصاعد بالاتجاه الهابط. او قاعدتي الدائمه اللي بكررها وين ما رحت وباي محاضره بعطيها يكفيني 60% من الاتجاه الصاعد او الاتجاه الهابط السابق، ان يتم تصحيح 60% منه، يجب ان اغتنم هذه الفرصه. لاحظ هذه المسافه من هذا النقطة إلى هذه النقطة تمثل على الأقل على الأقل إما هذه المسافة ضرب 2، أو بتمثل من الحركة الكلية حوالي 60%. إما المسافة المحصورة ما بين القمم والقاع المحصور بينهم ضرب 2 يكون الهدف تبعي، أو 60% من الحركة الصاعدة اللي انا مستهدفها. انماط الشموع اليابانيه، هناك عدد كبير من انماط الشموع اليابانيه، منها الابتلاعي ومنها الخط الثاقب ومنها نمط المطرقه ومنها نمط الانفرتد هامر او المطرقه المقلوبه ومنها المورنينج ستار وغيرها من الانماط، بعضها انعكاسي للصعود وبعضها انعكاسي للهبوط، اعطيتهم باكثر من مره وبرد بعيدهم مره اخرى، هذه الانماط راح اشرحهم مره اخرى. بالنسبه لانماط الاتجاه الصاعد، اول نمط راح يكون عندي هو النمط الابتلاعي للشراء، فاول شرط فيه لازم يكون عندي خط اتجاه صاعد، ومن ثم تأتي عندي شمعة بيضاء تمثل أنها اتجاه صاعد، تأتي بعدها شمعة سوداء بالكامل، تمثل تبتلع بالكامل الشمعة السابقة، يعني حجم هذه الشمعة هو بلا شك أكبر من حجم هذه الشمعة، ونقطة الافتتاح تبعها تمثل تماما مستوى افتتاح الشمعة السابقة، فبالتالي تبتلع الحركة السابقة هذه أو الشمعة السابقة كاملة. مع إغلاق هذه الشمعة أتوقع أن السوق سيواصل مزيد من الهبوط، وما أدنى نقطة منها تعتبر بالنسبة لي هي نقطة دخول نحو مزيد من الهبوط، وكامل الحركة الصاعدة سوف يتم تصحيحها من خلال هذه الإشارة التي حصلت معي، وهي انعكاس من اتجاه صاعد إلى اتجاه هابط. نمط الخط الثاقب وهو يكون
بمعنى لدينا نمط الطاقة، يكون عندي اتجاه صاعد وتأتي وتفتتح بفجوة سعرية معينة. عفوا، تأتي بفجوة سعرية معينة، إذا عندي اتجاه صاعد، ومن ثم تأتي الشمعة البيضاء بهذا الشكل، وتأتي بعدها شمعة تفتتح بفجوة سعرية معينة وتغلق دون نقطة المنتصف، ولكن الميزة تبعيتها هي الشمعة أنها ممكن تكون شمعة سوداء وهذا الشكل تماما. هذا تعتبر فجوة سعرية، افتتحت الشمعة هذه بسعر أعلى من إغلاق الشمعة التي سبقتها، وأعطتني نموذج النقطة الخط الثاقب أو النجم الثاقب. طبعا مع إغلاق هذه الشمعة، والذي يجب أن يكون بين نقطة الوسط وبين طبعا بين نقطة الوسط وبين الخط السفلي لهذه الشمعة، يعطيني إشارة إلى مزيد من الهبوط بعد تشكل هذا النمط، بعد تشكل هذا النمط الذي هو بهذا الشكل تماما. هذا النمط الثاقب فهو إشارة أن الاستيعاب سينعكس عند هذه النقطة ويعود بالاتجاه الهابط، فهي إشارة للهبوط. وغيرها من الأنماط الانعكاسية، من اتجاه صاعد، من اتجاه صاعد إلى اتجاه هابط، هذه هي اللي احنا عم نحكي عليهم هون. وأيضا العكس تماما يحدث بالنسبة للاتجاه الصاعد. فهذه الأسماء اللي أنتم شايفينها أمامكم هون هي عبارة عن تسميات فقط لا غير، ولكن هون هي عبارة عن، إذا كان الاتجاه صاعد وتشكل هذا النموذج فهو إشارة إلى أن الاتجاه القادم هو اتجاه هابط، والعكس هنا، إذا كان الاتجاه السابق هو هابط فبعد تشكل أحد هذه النماذج هو إشارة إلى أن الاتجاه القادم سوف يكون صاعدا. ننتقل معا إلى الأنماط السعرية، أنماط الشموع اليابانية، ونبقى مع ما يسمى بالمتوسطات المتحركة. طبعا المتوسطات المتحركة، شفت خط الاتجاه اللي نحن رسمناه؟ المتوسط المتحرك هو عبارة عن خط اتجاه، ولكن يتميز بأنه ليس مستقيما وإنما لين ومتحرك لحركة السعر، وهو مبني أساسا على كمية أسعار أكبر. فإذا كان خط الاتجاه، إذا كان خط الاتجاه مرسوم فقط على نقطتين يمكنني رسم خط اتجاه، فما بالك المتوسط الذي يدخل في تركيبته كل الحركة السعرية. بالتالي إذا كانت الحركة السعرية بهذا الشكل، فالمتوسط الخاص بها هو ما هو إلا عبارة عن تخفيف للحركة السعرية، وكل نقاط السعر تدخل في تكوين المتوسط السعري، فهو خط اتجاه أيضا. هذا خط اتجاه صاعد، والمتوسط هذا أيضا صاعد، ولكن الفكرة الموجودة بخط الاتجاه هذا بأنه أكثر مرونة، أكثر ليونة. فإذا كان خط الاتجاه يمثل مستويات دعم ومستويات مقاومة، فبلا شك أيضا المتوسط يلعب دورا في تشكيل مستويات مقاومة ومستويات دعم. وهناك عدة أنواع وعدة أشكال للمتوسطات، حيث لدينا المتوسط المتحرك البسيط أو ما يسمى بالـ SMA Simple Moving Average، المتوسط المتحرك الـ ST Exponential Moving Average، والمتوسط المرجح المثقل ويسمى بالـ Linear Weighted Moving Average. نلقي نظرة سريعة على المتوسطات. على سبيل المثال هذا الـ SMA، هذا الـ EMA، وهذا أيضا لدينا الـ WMA. إذا جميع هذه المستويات، هذه الخطوط هي متوسطات، ولكن فكرة في الـ SMA أنه Simple Moving Average، يقوم فقط على جمع إغلاقات الأسعار ومن ثم تقسيمها على عددها، بينما الـ Exponential Moving Average فهو يثقل الحركة السعرية الأخيرة على حساب الحركة السعرية السابقة. Weighted Moving Average
أيضا كذلك الأمر، ولكن بمعادلة مختلفة. هذه هي النقاط الأساسية اللي حبينا نشير إليها في محاضرة اليوم. أشكر لكم المتابعة. Thank you.